أجرى الجراحون في مستشفى مدينة تيانجين شمال شرق الصين عملية زرع قلب اصطناعي تم إجراؤها على كبش. وقال فريق الأطباء الذي أجرى العملية إن القلب الصناعي المزروع صغير الحجم وخفيف الوزن ويتمتع بمواصفات السلامة عالية الدقة. واعتبرت العملية إنجازا طبيا بارزا لهذا المستشفى المتخصص في أمراض القلب، إلا أنها لا تزال في مرحلة التجريب، حيث عاش الكبش بصحة جيدة بعد العملية لمدة 8 أسابيع. يقول الخبراء الصينيون إنه يوجد آلاف ممن يعانون من أمراض القلب في الصين، وأن نجاح مثل هذه العمليات الخاصة بزراعة القلب تبعث الآمال من جديد لدى هذه الفئة من المرضى.